السؤال التاني، احنا كنا بنتكلم على قبل ما ندخل هنا على موضوع المشروع اللي انتوا بتعملوه مع وزارة التموين، اللي هو خاص بقهوة فينا، بنعيد يعني تقديمه مرة تانية بس بشكل بحدثة كاملة نتيجة بقى التطوير. تقدر تقول لي يعني عملتوا ايه في ده؟ هو لو تسمح لي يا فندم، احنا كنا مجهزين مختصر كده عن الموقف التنفيذي للمشروع، لو سيادتك تسمح لي انا اعرضه. طيب اتفضل. الموقف التنفيذي لقهوة فينا، هو فندم قهوة فينا الجديدة فندم على مساحة 120 فدان، وبتقع شرق مدينة سايلو فودز. احنا بدأنا العمل الفعلي في أغسطس 22، نسبة تنفيذ الأعمال الاعتيادية حتى الآن 40%، منتظر إن شاء الله نهو في منتصف 24. المدينة فندم بتتكون من 7 مصانع: مصنع للخضروات والفواكه المجمدة، مصنع للبقوليات، مصنع للوجبات الجاهزة، مصنع العصائر والصلصة والمربى، ومصنع المركزات، بالإضافة لمصنع العبوات المعدنية الخاصة بتعبئة كل المنتجات دي. وسايبين يا فندم منطقة من 120 فدان للتوسعات المستقبلية، وإضافة لمخازن المركزية حوالي 55,000 طن. مصنع المركزات يا فندم نسبة تنفيذه الإنشائية، وده واضح في الصورة قدام حضرتك، 45%، بطاقة إنتاجية 320,000 طن سنويًا. واحنا بالفعل عملنا امر اسناد للشركات الاجنبيه بخصوص توليد المكن في منتصف ديسمبر 22. مصنع العصائر يا فندم نسبه تنفيذه 45%، بطاقه انتاجيه 146,000 طن سنويا، وبرضه اصدرنا امر اسناد للشركه الاجنبيه بتاريخ 15/12/22. مصنع المربى والصلصه بطاقه انتاجيه 53,000 طن سنويا، وبرضه يا فندم الماكينات ان شاء الله احنا اصدرنا امر الاسناد ليها. مصنع الخضروات المجمدة بنسبة تنفيذ 25% وبطاقة إنتاجية 36,000 طن سنويًا. مصنع العبوات المعدنية بطاقة 400 مليون عبوة سنويًا. مصنع الوجبات الجاهزة بطاقة 30,000 طن سنويًا. مصنع البقوليات المعلبة بطاقة 102,000 طن سنويًا. ثم فندم مخازن بطاقة 55,000 طن بإجمالي 18 مخزن لسعة كل المنتجات الخاصة بالمجمع والخدمات الأخرى اللي موجودة، سواء كانت مجمعات إدارية وخدمية للمجمع.